صباح الخير يا نيفانا، صباح الخير يا احمد، صباح الخير لكل مشاهدي ومتابعي جمهور نادي الزمالك في كل مكان. الحقيقه من مقر نادي الزمالك بميت عقبه يعني واستياء بشكل كبير جدا من جمهور نادي الزمالك على مباراه امس اللي يعني كان الحظ مش مع فريق نادي الزمالك وكانت خساره مش متعودين عليها من فريق ام بي. ويسعدني ويشرفني يكون معايا كابتن عصام هلال مدرب العام فريق 2006 بنادي الزمالك. ده طبعا برحب بيك على شكرات نادي الزمالك. عايز اسالك كده عن مباراه امبارح، شفتها ازاي؟ ويمكن كوتش فيرير عليه يعني حمل كبير جدا يخرج اللاعبين من مود الخساره، وعندنا مباريات مهمه قوي الفتره الجايه. برحب بيك امينه، برحب باحمد، برحب بنيرفانا. طبعا مباراه كانت صعبه ومن اسوا المباريات اللي لعبها نادي الزمالك السنه دي. طبعا احنا ما فيش مشكله، طبعا يعني هو داي اوف، كان بعض اللعيبه او اغلبيه اللعيبه اللي موجوده كان ما كانش في يومها، فاحنا لازم نستعد كويس ولازم نعالج الاخطاء. وطبعا ده مستر فريرا والجهاز المعاون طبعا هيشتغل عليها. احنا عندنا اخطاء، لازم نعترف ان احنا عندنا اخطاء، لازم لما نيجي ننقد بنقد يبني مش يهدم. عندنا اخطاء دفاعيه في الدفاع الصريح، في التمركز الدفاعي، في التغطيه العكسيه، وده ظهر امبارح في المباراه، لازم نشتغل عليه. الفريق البطل لازم يعرف يرجع بسرعه، وده طبعا انا عارف ان مستر فيريرا وجهاز المعاون جهاز قوي جدا، وان شاء الله باذن الله يعرف يرجع اللعيبه بسرعه. فخير يعني قدر الله ما شاء فعل على المباراه، هي مباراه بثلاثه بونت، لازم نبص للي جاي عشان ما نقعش، يعني لازم نركز ان احنا في اللي جاي ما يبقاش فيه اخفاق تاني ان شاء الله باذن الله تعالى. يمكن عايز اسالك بقى، طمنا عن فريق 2006 بطوله الجمهوريه، يمكن بطوله لسه شغاله، بطوله في ارض الملعب، عايزين نعرف منك، طمنا على فريق 2006. والله احنا دوري 2006 احنا لسه شغالين، وعندنا مباراه يوم الجمعه ان شاء الله مع النادي الاهلي، مستعدين ليها ان شاء الله، بنستعد كويس وشغالين كويس، وربنا يسر الحال ان شاء الله ونكسبهم زي ما كسبناهم الدور الاولاني، ويعني ان شاء الله نفرح الزملكاويه كلهم ان شاء الله باذن الله، ونكسب يوم الجمعه ان شاء الله. يمكن استعدادات مباراه الاهلي دي تبقى ليها استعدادات خاصه، عايزين ندخل في الكواليس اكتر، نعرف تستعدوا ازاي، بتتكلموا مع اللاعبين ازاي، خصوصا الدور الاول قدرنا نفوز على فريق النادي الاهلي. يمكن فوز في مباراه الدور الثاني يعني هيبقى فارق كبير جدا لينا في مسارنا للبطوله. هي طبعا مباراه مهمه جدا لينا كجهاز وكجمهور وكلعيبه وكاداره وكل حاجه، احنا طبعا بنستعد لها، هي زي مباراه 3 بونت، بس ان شاء الله باذن الله تعالى يعني ان شاء الله هنكسبها باذن الله تعالى عشان نفرح الناس كلها. احنا كابتن محمد عمر النور هو المدير الفني وانا مدرب عام معاه، وبقيه الجهاز كلنا بنشتغل ان احنا باذن الله تعالى الماتش ده يبقى بتاعنا باذن الله تعالى، شغالين من 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 اول الاسبوع بنحفظ اللعيبه وهنلعب ازاي والطريقه اللي هنلعب بيها، وان شاء الله ربنا يكرمنا ويبقى في توفيق ان شاء الله باذن الله تعالى يعني. طيب يمكن اخيرا عايز اسالك عن فكره فريق الامل، ويمكن اللاعبين اللي موجودين في فريق الامل، هل فعلا الفكره وحاجه زي كده وفريق زي ده يقدر يفيد فريق نادي الزمالك في المستقبل القريب ان شاء الله؟ طب هو بص، انا عايز اكلمك في النقطه دي، النقطه دي مهمه جدا اللي انت اتكلمت فيها، وانا مبسوط ان انت اتكلمت فيها مينا. انا عملت معايشه قبل كده في المانيا في 2019، معظم الفرق الكبيره اللي موجوده في العالم بتعمل دي، وده هيقلل جدا حته ان انت يبقى في ريسك ان في لعيب كويس يبقى موجود في قطاع الناشئين ويمشي، زائد ان انت دلوقتي ودي حاجه احترافيه جدا من الاستاذ امير مرتضى، لما جاب حتى عمل الفرقه دي، جاب المدرب العام بتاع الفريق الاول وجاب المساعد بتاعه يتولوا الفرقه دي، بحيث ان ما حدش يتظلم، يعني ما حدش هيمشي من نادي الزمالك يبقى مظلوم، زائد ان انت هيبقى في نواه للفريق الاول، هتبقى عارف اي وقت تبقى محتاج اي مركز في اي مكان، هبقى الراجل مجهز وعارف مين هيبقى موجود ومين هيبقى موجود في الفريق الاول، وده من وجهه نظري حاجه كويسه جدا وحاجه احترافيه. زائد ان انا في نقطه مهمه جدا عايز اتكلم فيها بخصوص مباراه امبارح، وبخصوص عامه انا مبسوط جدا من طريقه تعامل استاذ امير مرتضى مع الفريق الاول. يعني احنا عندنا دلوقتي لعيبه موجوده في الفريق الاول، المفروض ان هو عقدها هينتهي في شهر 6 او يعتبر انتهى. كنادي الزمالك احنا بنتعامل معاهم بطريقه احترافيه جدا، وبنتعامل معاهم ان هم موجودين في الملعب ما فيش اي مشكله بالنسبه لهم، احنا عايزين اللعيبه كمان تتعامل مع نادي الزمالك بطريقه احترافيه، العب لحد اخر يوم موجود فيه، يعني في لعيبه بدون ذكر اسماء حاسس ان هم تايهين، حاسس ان هم مش مركزين في الملعب، لا زي ما احنا بنتعامل معاك وهنتعامل معاك لحد اخر يوم في عقدك، بعد اذنك اتعامل احنا معانا لحد اخر يوم في عقدك، واشتغل شغل احترافي زي ما النادي بيتعامل معاك، يا ريت احنا كمان مستنيين منك كلاعب ان انت تتعامل معانا لحد اخر يوم بس.
بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا على شكرت نادي الزمالك كابتن حسن. حبيبي تسلم امينة، متشكرين جدا. طبعا ده كان لقائي مع كابتن عصام هلال مدرب عام لفريق 2006 اللي كان ليه كلام كتير على مباراه امس والخساره امام فريق انبي في مقابل لا شيء، وكان كمان بيطمننا على فريق 2006 اللي عنده مباراه هامه امام فريق النادي الاهلي يوم الجمعه القادم ان شاء الله، يعني يكون الحظ معانا ونقدر نفوز في هذه المباراه، هتفرق جدا جدا في مشوار نادي الزمالك نحو بطوله الجمهوريه. ده كان لقائي مع كابتن عصام، لو في اي استفسارات او اسئله انا معاكم، اعود لكم مره اخرى في الاستوديو، تفضلوا. شكرا جدا زميلنا العزيز مينا ماهر، دايما متألق، وكل التوفيق طبعا لفريق 2006 في ماتش يوم الجمعة قدام النادي الأهلي. شكرا جدا يا مينا.